السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وانتم كتابعوا في هذا الفيديو، الفيديو السابق درت لكم كيفية تنقيب على الماء بالعود، ديك التفركة اللي شفنا كنتوا شفتوا الفيديو، وقلت لكم في الفيديو غادي ندير لكم تنقيب على الماء بهذه الآلة هذه. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لكم طريقة تنقيب على الماء، هادشي اللي تعرفوا معنا في هذا الفيديو. وما نساوش دعمونا في الاشتراك في القناة، جزاكم الله خيرا، تابعوا معنا الفيديو. غادي نشدها بيدي على هذه الطريقة كما كتشاهدوا الإخوان، غادي نجي لهنايا اتجاه هانتوما. قلت لكم في الفيديو الإخوان مجرد غندير فيها الماء هنايا غتمشي مباشرة الماء كما كتشاهدوا الإخوان هانتوما، يعني كتقول الاتجاه ديال الماء هنايا مباشرة كتعطيني هنايا. لاحظوا الإخوان من بعد غنوصل الماء في البير، لاحظوا هاد الآلة هادي شنو يمكننا دير معانا. هانتوما الإخوان مباشرة ملي غنوصل البير شنو يمكن دير هاد الآلة هادي كما كتلاحظ. غادي نشوف تابع الآلة هادي، غادي نشوف اتجاه ديال الماء كيف قلت لكم، العود ديال الطريقة ديال العود. لاحظوا الإخوان من بعد غنشد غنبقى هنايا كما كتشاهدوا، هانت اتجاه ديال الماء، يعني اتجاه ديال الماء مباشرة هكا كما كتلاحظ، يعني الطرق اللي عطاني العود تا هاد الآلة هادي عطاتني نفس العملية، وتا هاد الآلة هادي الإخوان كما كتشاهدو تا هي يمكن لي نعرف بها العمق ديال هاد البير هذا. مجرد غادي نوصل العدد ديالو شنو غيمكن لها دير معانا هاد الآلة هادي. لاحظوا الطريق، هانتوما الإخوان ملي كتوصل العدد ديال البير اللي في العباد ديال الماء كتبقى تدور على هاد الطريقة الراس، يعني ملي كتلقى الماء هاد الآلة هادي كدور. مجرد هاد الآلة هادي الإخوان راه كيما قلت لكم في الفيديو مازال إن شاء الله غادي نعطيكم الطريقة ديال الصنع ديالها كيفاش صنعتها، وغادي نوريكم بزاف ديال المعلومات في هاد الميدان هذا. الحوايج الجايين غادي ندير لكم على الطريقة ديال التنقيب على الفلوس وعلى الذهب وعلى الفضة، يعني أي حاجة طاحت لك تلقاها بهذه الآلة هذه، بمجرد غادي دير فيها داكشي اللي طاح لك هنايا الإخوان، بمجرد غادي دير فيها داكشي اللي طاح لك هنايا، أي حاجة طاحت لك كتحاول ديرها هنا في هنايا، وكتخليها وهي كتشدها بيديك كدور مباشرة لك لهذاك الشيء اللي طاح لك، فقط كنضيف لها النحاس، ومازال إن شاء الله غادي ندير لها الزئبق الأبيض باش غيتقلب لنا على هذه العملية هذه، ويمكن أي واحد يمكن يختار هذه الآلة هذه ويبحث على هذه الأشياء راسو، يعني عملية ناجحة. كل هذا كل ما يخص في هذا الفيديو الإخوان، ما تنسوناش بالدعم ديالكم في القناة جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.